أنا آسف يا ابني، بعد إذنك ممكن أتكلم معاك شوية لو سمحتي؟ أنت منى مش كده؟ آه. أنا والد خديجة. أهلا. خديجة كانت حكت لي على سوء التفاهم اللي حصل بينكم امبارح، وعرفت إنك قلت لها لفظ مش حلو واتريقتي عليها أنت وزمايلك كمان. والله؟ وهي بقى ما قالتلكش إنها اتحشرت في اللي ملهاش فيه واتريقت عليا أنا وزميلي؟ بس هي ما تقصدش إهانة خالص، هي اتعاملت بطبيعتها وهي ما تعرفش. كان واجب عليك أنت تحتويها وتفهميها بالراحة بدل ما تتريقي عليها وتأذيها بالشكل ده. استاذ فؤاد، استاذ فؤاد، انا علي مخرج المسرحيه. اهلا بيك يا علي، خديجه حكيت لي عنك وبتشكر فيك قوي. ده من ذوقها والله، وانا بعتذر لك على اللي حصل وبعتذر لخديجه. لا يا حبيبي مفيش اعتذار ولا ايه. ده ايه ده، هو انت بتعتذر له ليه اصلا؟ طالما بنته مش فاهمه ومش عارفه تقدر المواقف، ما يروح يحطها في مستشفى عشان تتعالج، يدخلها جامعه ليه ومسرح كمان؟ دي مش عارفه تقول كلمتين على بعض، هتمثل ازاي؟ وحضرتك يا استاذ علي، طالما عايز فرقه من المعوقين ما قلتليش ليه وانا اجيبهم لك. عيب يا منى، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ خلاص يا علي، خلاص يا حبيبي، سيبني انا يا بنتي، ملوش لازمه التجريح ده. خديجه مش مريضه، وحتى لو انت شايفاها كده، الذوق والاخلاق بيحتموا عليك انك تخلي بالك من كلامك، لان ده بيأذيها نفسيا جدا. لا لا، بص بقى يا عم، انت هو انت مش هتيجي تعلمنا نتكلم ازاي؟ انت اللي محتاج تخلي بالك من كلامك شويه، ولو عايز تعلمنا الاخلاق والادب فانت جيت المكان الغلط برضه. ده شكله جاي ربنا بقى. يا جماعه، الاستاذ فؤاد ما يقصدش كده، انكم تفهموا كده دي مشكلتكم انتوا. خلاص يعني، سيبنا انا افهم يا بنتي، ما فيش حد كبير على التربيه، وانا في الاخر اب، انا مش جاي اعمل مشاكل. انا كل طلبي منكم لو سمحتوا ما تضايقوش بنتي. والله نصايحك دي توفرها لبنتك وامراضها. ويلا يلا بقى اتفضلوا من هنا عشان ما ندهش الامن. انا اصلا مش عارفه انتوا ازاي دخلتوا هنا. بجد مش عارف اقول لك ايه. استاذ فؤاد معلش، لو هو مش عارف يرد عليكي انا هرد عليكي. لا 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 لا، دي كانت حاجه اتفضلوا على المكتب العبيد. يلا اتفضلوا. ايوه، يعني انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ هي لا شتمتك ولا ضربتك، واصحابك شهدوا بكده. وحضرتك شايف الموضوع كده ازاي؟ دي شتمت خديجه وساره قدامي، وانا مش ممكن هتبلى على بنت قد ولادي يا فندم. دي قالت لها لفظ مش كويس واتنمرت على حالتها. تنمر ايه بس يا فندم؟ دي تريقه صحاب عادي ما بينهم وبين بعضيهم، والحكايه بسيطه وانتوا كبرتوها على الفاضي. وبعدين انا ما عنديش في اللوائح اي عقوبات تخص الموضوع ده اصلا. كل اللي اقدر اعمله ناخد عليهم عدم تعرض مره تانية، والا بعد كده هيبقى في جزاءات شديده هتوصل للفصل من الكليه. يا فندم انا مش فاهم ازاي حضرتك مسميها تريقه، بس الجزاءات دي لازم تطبق على اللي غلط، وخديجه ما غلطتش مني، هي اللي غلطت. مش لازم يا فندم يعني عشان تتعاقب تشتمها باهلها. انا شايف ان حضرتك تلم الموضوع، ما يرضكش ان بناتك الاثنين يتاذوا، ولو تحب توصلها للنيابه انا ما عنديش مشكله، بس حضرتك اول واحده هتتاذي، لأن وجود حضرتك في الجامعة غير قانوني أصلاً. ألو؟ أهلاً سيادة العميد. أيوة يا فندم. تمام سعادتك. أه واقفين قدامي كلهم أهو. لسه مخلص معاهم تحقيق حالاً، وكنت عم أديهم على إقرار عدم التعرض. أه، تقرير التلفيات هيوصلك حالاً. تمام سيادتك. اللي تشوفه يا فندم. سيادة العميد قرر وقف النشاط المسرحي السنة دي، وقف للمسرح، وتحميل تكاليف التلفيات عليكم بالتساوي. يعني ايه يا فندم؟ هو ايه ده؟ ازاي يقفلوا المسرح؟ ممكن حضرتك بس تكلمه قول له المسرحية لازم تتعرض، لازم تتعرض يا بابا، صح يا علي؟ ده قرار سيادة العميد وما فيهوش نقاش. ويلا اتفضلوا امضوا على الإقرار كلكم، احمدوا ربنا إن هي جت على وقف المسرح. لو سمحت بس قول له، قول له إن المسرحية لازم تتعرض. يا بابا قول له. حاضر حاضر حاضر. علي مش انت المخرج؟ قول لهم المسرحيه لازم تتعرض. انا هقول له، انا هروح للعميد اقول له. بعدين بقى في شغل العيال ده. واتش إت.